ممكن تهدي الاول وبعدين نتكلم؟ ابعد عني، انا عفاريت الزرق بيتلططهم في وشي، انا دلوقتي حالا ممكن ارتكب جريمه. طب ممكن افهم عايزه تمشي تروحي فين؟ انت مالك؟ هو ايه اللي انا مالي؟ انت ناسيه ان انا جوزك؟ في ايه يا نهمه؟ ايه اللي حصل؟ لم هدومك ياما، احنا هنمشي من هنا. ليه كفرنا الشر؟ نسيت اقول لك، مش الفيلا طلعت مش بتاعتنا. ايه الكلام ده؟ البين نصب عليا، خلاني بغباوتي سحبت فلوسي من البنك وحطيتها في حسابه، وكل حاجه بقت باسمه. الكلام ده صح يا نديم؟ ايوه صح يا حاجه. اخص عليك اخص، وانا اللي كنت فاكراك راجل بتضلل علينا تعمل فينا كده؟ انا ما عملتش حاجه، انا بحب بنتك وعايزها تفضل جنبي. انا عملت كده علشان تبقى محتاجاني وما تسيبنيش. اوعى تفتكر احتياجي ليك هيخليني اعيش تحت رجليك، لا تبقى غلطان. انا حبيتك واخترتك وانا قويه ومعايا فلوس، ودلوقتي وانا فقيره وما حسيتش اللضا وبعد كل اللي عملته فيا بقول لك مش عايزاك. عارف ليه؟ لاني حره وما اقبلش ان حد يملكني غصب عني. انا بحبك يا نعم. لو كنت بتحبها بصحيح رجع لها فلوس. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اذا كانت عايزه تسيبني وتمشي وهي مكسوره ومفلسه، امال لو معاها فلوس هتعمل ايه؟ هتشوف انا هعمل فيك ايه يا نديم. واوعى تفتكر ان فلوسي دي هتروح، لا هاخدها، ولو اخر يوم في عمري.